هذا علشان يطالبوا في الحقيقه بتشغيل الشركه، والحكومه دايما بتهاجم العمال وتقول ان هم بيوقفوا عجله الانتاج. دلوقتي لما العمال دول بيطالبوا بتشغيل الشركه يبقى والحكومه مش راضيه، يبقى مين اللي بيوقف عجله الانتاج في الحاله دي؟ في حين انه الاضراب حق او الاعتصام حق زي ما بيقول العمال في كل وقت، بس كمان العمال عمال مصر طول الوقت اللي هم بيقولوا عليهم مخربين وبيحاولوا يشوهوا صورتهم قدام كل الناس، بيقولوا لهم احنا ضد الفساد، احنا ضد بيع الشركات، احنا عايزين الشركات المصريه ترجع لمصر وترجع للعمال المصريين. وفي الحقيقه اللي بيرفض تنفيذ احكام نهائيه خدها العمال بعوده الشركه القطاع العام هي هذه الحكومه. وفي الحقيقه انا مش عارفه كمان ليه ما بيتحبسش رئيس الوزراء ده زي ما اتحبس هشام قنديل، لانه ما نفذش حكم محكمه. هشام قنديل ما نفذش حكم محكمه، حليج الابطال خد حكم بالحبس سنه، ده كمان المفروض في الحقيقه يتحبس ويبطلوا يلعبوا على الناس ويقعدوا عقود ما بيحققوهاش. عمال مصر بيقولوا احنا ضد الفساد، احنا مع تشغيل الشركات، واعتقد ان عمال مصر وهيبقوا جزء مهم من استكمال الثوره المصريه عقب تحقيق مطالبهم في العيش والحريه والعداله الاجتماعيه وتشغيل الشركات. توقع حضرتك المشكله تنتهي على ايه؟ دي مشكلة طويلة الأمد شوية، مش هتخلص في يوم وليلة، لأنه دي سياسة دولة، سياسة الخصخصة، سياسة خراب الشركات. والعمال في الحقيقة كأنهم واقفين قدام القطر، والعمال لازم يعرفوا إن هم عشان يقدروا يقفوا قدام القطر لازم كل اللي عندهم نفس المشكلة يقفوا مع بعض ويتحركوا مع بعض فيها. عشان كده كل العمال اللي هم بيقولوا اللي عايزين شركاتهم ترجع للقطاع العام لازم كلهم يقفوا مع بعض عشان يقدروا يرجعوا شركتهم، لأنه عشان يقفوا قدام إرادة حكومة بالكامل بهذا الشكل لازم هم كمان يبقوا إيد واحدة ويقفوا مع بعض عشان يقدروا يرجعوا.